التواصل مستمر أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات. شاهدنا وتابعنا شوطين المشتركات وينطلق أيها الحبل الكريم شوطنا الأول للصعوب، أول أشواط الصعوب، أول تدشين في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الله الحمد لله على طيلة الأعمار وتجديد الآثار. ينطلق أول أشواط الصعوب. ما قدمت الشوط بلقى شرارة سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي هو من يقدم شرارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بلقى مشاهدين الأعزاء افتتاح محمد بن سالم بن مكتوم الينيبي يتقدم بدوره على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث عند محمد بن علي الينيبي حاضرا في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ما شاء الله شوف لي هناك تقدم آخر وحضور في هذا المساء، ولكن الانطلاق 1200 مسافتنا لهذه أيضا الفية العمرية للفطامين. يا سلامي على هذا التحدي، يا سلامي على هذا الإبداع. هذا هو أيضا يتقدم مع الصعوب، مع أول الانطلاقات الصعوب ما شاء الله مع المركز الأول بلقى في هذه اللحظات. هذه هي أيضا الذهبية، الذهبية اطلع يا راعي الذهبية بهذا الطلوع وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة. على مقدمة الشوط محمد بن سالم بن مكتوم لينيبي، بينما المركز الثاني شوف الوصول وشوف التقدم عند محمد بن علي لينيبي مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة والذهيبة مع المركز الأول تنطلق بهذا الانطلاق. لكن هناك اللي قادم، شو تابع لي اللي قادم في هذه اللحظات وبهذا الإبداع مع ضج سعيد بن سعيد بن ناصر الحبابي. شوف اللحظات الأخيرة، الحبابي مع المركز الأول تهانينا وناموسة. المركز الثاني عند المكتوب، المركز الثالث شوف لي حاملة رقم 15 مع المركز الثالث، وركز لي على هذا الرقم ما مدون معانا في كشف البيانات. يبدو أن سعيد بن سليم بن مبروك او محمد بن علي، محمد بن علي الينيبي نعم اللي حضر على المركز. تهانينا وناموس على فوز ضقه، ومن قدمها مشاهد الكرام سعد بن سعيد بن ناصر الاحبابي. فتهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع اول اشواط الصعوب، وضقه هي من نالت الفوز والناموس والانتصار. سلاماتنا للاحبابي وعلى فوز ضقه سعد بن سعيد بن ناصر الاحبابي.